السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عودا إن شاء الله تعالى إلى المحاضرات والدروس والتوجيه والإرشاد ونصح الأمة إن شاء الله عز وجل، ونحذر من الدجالين ونحذر من السحرة وحتى من الأشياء التي ربما تلبس على عموم المسلمين. فمن خلال الواقع الذي نعيشه والتجارب التي نعيشها مع الناس نقف على حالات كثيرة، وإن شاء الله نظهر للعالم حتى يكون إن شاء الله على بينة بإذن المولى سبحانه وتعالى. فاليوم في الرقية الشرعية وأخت تزورنا بعد الحمد لله انتقل الجني وأسلم الله عز وجل والحمد لله رب العالمين تحسنت الحالة، وكنا في أول جلسة لي يعني كنا في جلسة محاولة الخروج، فبفضل الله عز وجل أعطيناها البرنامج حتى تعود الرجوع. لكن الشيء الذي لفت انتباهي وهي أن الأخت أتت بأشياء معها، منها هذه الأشياء الأغراض التي هي سحر لكن ما كانت تعلم، سوف أذكر قصتها وهذا السحر كذلك الذي هو هذا الحساب موجود هنا. لكن الشيء الذي أريد أن أذكره الآن إن شاء الله عز وجل هو هذا، أنها ذهبت عند إنسان، وأنا أريد أن أحذر سوف أسمي لأن هذه غير شرعية، ويسمى الحاج إدار. الحاج إدار هو معروف أكيد يدلك للناس اللي عندهم مثلا وعك أو هكذا، يعني هذا الأشياء يعني إذا كان يعني للطب أو إنسان عرف بها ليس فيها أي مخالفة شرعية فهذا الحمد لله مسائل طيبة تكون بالضوابطها الشرعية فقط. لكن الآن الإشكال أن قالت لي ووجب التحذير ونصح الأمة والناس أن هذا الحاج إدار نظر إليها، انظروا نظر إليها فقال عندك شيء، بالنظر فقط بالنظر قال أنت عندك كذا وكذا. هذا دجل وهذا لا يجوز وهذه استعانة بجن. وأنا أعرف أن بعض الإخوة هداهم الله، ليس الجميع، من ينتسبون الرقية يفعلون هذا الفعل، يقول انظر إلي عيني في عينك أقول ماذا عندك. وقد يوهم الجن أحيانا قد يوهم المريض بقشعريرة أو كذا، فالناس يعتقدون في هذا الإنسان حيوقعوا في أشياء يعني تقلح في العقيدة والعياذ بالله. لكن أحيانا أقول أن هناك بعض الرقاة قد ربما أثناء الرقية قد يرى تحول العين لونها كذا فيعرف ظهور علامات على وجود الجن، لكن أنظر إلي أعرف ماذا عندك أو يصرع الجني، هنا يفتح سهم قوس كبير وجب أخذ الحيطة حتى يقع الإنسان في مزالق عقدية. الإشكال هو أن هذا الرجل، لاحظوا هذه ملح وهذه الأوراق وهذا، قال لها هذا ملح تضيفين عليه ماء الزهر والخل، انظروا، وماء دافئ وتغتسلي به، وأعطى هذا الملح الخاص، ماذا فيه الله أعلم. ثم قال تستحمين سائر الجسد، تغسلين سائر الجسد. والإشكال الثاني الذي يظهر هذا المشكل أن قال سوف تأتين في الحصة الأخرى وأزيل منك شعرة من الرأس وتكون معك بيضة حتى تزال التابعة. هل التابعة تزال بهذه الطرق يا إخواني؟ والسيدة أت عندي مريضة فيها ما فيها وجن عاشق وعطل طلقها من زوجها وفرقها وعطل كم زواج، ولكن الحمد لله مع القرآن والنصح والبيان بفضل الله عز وجل أسلم الله عز وجل وصار يبكي، وسوف أقول لكم إن شاء الله. وهو نفس الجني الذي كان يقول غني لي، فصار يبكي ويندم ويتوب الى الله عز وجل ويبكي بكاء مريلا، وصارت ترى يقبل على الطاعه وعلى الصلاه وعلى الذكر وكذا، وبين احكام الاسلام، والان الحمد لله معه في ازاله العقد من الجسد والخروج طاعه الله عز وجل. طيب انا بينت هذه الاشياء، ما من انسان يعطيكم هذه المسائل، ملح مثلا مع ماء زهر والخل او الحليب بالليل او كذا، هذه ترضي الجن والشياطين التي يتعامل معها، هذا لا يجوز، حرام. القرآن كلام الله عز وجل، الدعاء واضح وبين الحمد لله عز وجل، هذه هي الطرق التي أوصى بها محمد بن عبد الله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من خالف هذه الطريق فيقع في قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، السحر حرام، الاستعانة بالجن لا تجوز، هذه الطرق هذه استعانة كفرية، وترقبوا إن شاء الله جل وعلا.
لقاءات ومحاضرات دروس مع طلبة علم مع مشايخ حول أنا أتكلم معهم بفضل الله عز وجل وأناقشهم في هذه المسائل بفضل الله عز وجل حول الرقية الشركية والبدعية والكفرية وأقسام الرقية وضوابطها أين تبتدئ وأين تنتهي. طاعة الله عز وجل ترقب اجتهادات وعودة إن شاء الله إلى السير الذي كنا نسير عليه. أسأل الله أن يوفقنا ويصلحنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.